اقبال بزاف هذا العام، هذا اقبال كبير على التهراس وعلى التكراد، وحيت كاين شويه ديال الحراره وكاين شويه ديال، وكننصح الزبناء الكرام ما يخافوش، حيت علاش؟ امور دايزه كما يرام، وما كاين لا ضرر لا والو، الحواله مزيانين وكل شيء مزيان. كان شويه الغلاء في السوق ولكن رحمه الله، المهم راه كل شيء عيد وكل شيء دوز الامور ديالو هانيه. بدينا بالصباح بكري اليوم بزاف، 8 الصباح بدينا على حسب كليان، على حسب كليان ديالنا جاو عندنا بكري بزاف على حسب الحراره. كل اللي باغي سفر، كل اللي باغي، كل واحد شنو باغي يزير، شي باغي يمشي عند عائلته، شي هذيك كيبغي ينهي الاضحيه ديالو بسلام. كنقدم لكم الاجواء ديال العيد ان شاء الله، الاجواء رائعه عندنا هنايا، فهمتي؟ الحمد لله مهلوكين مع تماره بحق الناس، الحمد لله كل واحد ناشطان، كل واحد واخذ الحاجه على خاطره، كنقطعوا لهم كيما بغاو، كيديو الحاجه اللي كيتمناو من عندنا سهلا، والحمد لله هاد الساعات الحراره الناس كاملين يخرجوا كاملين في نهار واحد على حساب الحراره، يعني يقولوا لا تعطل صافي السلعه ديالك تقدر تسدلو. بحق حنا كنعملوا معانا بالشهد ديالنا وكنعدلوا، الحمد لله ماشي الامور مزيان. كاين اللي كنخليو له السلعه ديالو في الثلاجه حتى كتبرد شويه عاد كنخرجوها نقطعوها، كاين اللي كيوقف عليها دغيا وكنقطعوها له في البلاصه. المهم خصنا غير الزبناء يمشيو مرضيين، فهمتي؟ يمشيو المسائل ديالهم مضبوطه على حساب الحاج بن الحاولي. انا كنقول ربما فهمتي ما بين 5 دقائق على حسب لا ماشي اللي عندنا وكذا، فهمتي؟ 5 دقائق والدراري عندنا بروفيسيونيل، فهمتي؟ دغيا 5 دقائق يكون مشى الحاولي والحمد لله. ها كنتقطعوا لي كود، كنعدلوا الطبان، كنعدلوا لهم المسائل ديالهم كامله، من غير الكبسه مخليناها حتى لغدا على حساب اليوم علينا الضغط بزاف، والحمد لله هي ماشي اجواء العيد، هي ماشيه ان شاء الله الحمد لله. الثمن مناسب، والثمن راه مناسب، راه شنو نقول؟ حاولي الصغير شحال وما بين 70 80 درهم، 100 درهم، 120 درهم، هذا هو ماكسيمو، يعني شي حاجه اللي كبيره 120 درهم. حنا الان كنتواجدوا في المزاره ديال المزاره، الحمد لله هذا العام اللي كيعملوا الجزارين كيسهلوا لنا بزاف ديال الامور، كيوجدوا لنا اللحام بطريقه احترافيه، الحمد لله كنشكرهم بزاف على هذا الجهد اللي كيعملوا معنا في هذا النهار المبارك، سامحين توليداتهم وكيساعدونا، الله يجزيهم بخير. ما عندناش الامكانيات متوفره بس قطع اللحم كما ينبغي، كنقطعوها بطريقه عشوائيه صراحه، ولكن الناس بطريقه ماتريال مزيان معقم، الحمد لله كل شيء مزيان. كيقطع لك كيف ما بغيتي الشهوة ديالك، كيقطعهم كيوجدهم لك الحمد لله، كيعملوهم في الاكياس ديالهم، كيمشيو للدار غير نزلوهم في الثلاجه. ايوا الحمد لله كنشكرهم بزاف، واخر عيد مبارك سعيد لجميع المغرب. كنجيبوا هذا الحول القزار لان نتناهم ديك التمره اللي كنا فيها قبل، كيعدنا كل حاجه بوحدها، كفته كوتليطات اللحام كل حاجه بهذه ديالها، بغيتي الطاجين بغيتي الشوال اللي بغيتي كيعدلوا لك، وحنا من ديك التمره بعدا كما كان احسن. ايوا في الدار ديك الساعه حنا كنرسوا المسائل ديالنا وصافي. حاولي عاود يخناز ما يبقاش مزيان من الريحه ولا شي حاجه، اذا خصك تسر به باش تحشي في الفريكو ديالو. ديك الشيء على العادات ديال طنجه، هو كيف النهار الاول اش كتعملوا مع الثاني؟ في الاول عندنا الشوا، كبده الشوا وديك الشيء، كاين في الليل اللي كيعمل الدواره بالتقليه وديك الشيء، لا غدا عندنا سكسو بالراس. ثالث عيد اللحام كما بغيتي طيبه. الاختيارات الان كنختاروا بان الساكنه تقطع اللحام عند الجزار، هو اختيار مهني وطبيعه الحال باش نربحوا شويه الوقت. كنوجدوا هنايا مثلا في السواني كاين محلات احترافيه في التنظيم، في الاثمنه، في الوقت اللي ما بقيناش كنجبروه في الديور ديالنا.
الوقت اللي جا فيه دابا العيد الاضحى هو وقت ديال الصيف، اللحم كتفسد بسرعه، اذا كيضطر جل الساكنه باش تقدر تقطع اللحم عند الناس مختصه في هذا الميدان هذا. انا جيت اليوم على العيد، جيت باش نقطع الحولي لان الظروف ديال البيت صعيبه باش نقطعوا فيها الحولي خصوصا في هذه الحراره، وما عندناش اون بلوس الماتيريال باش نقطعوا باش يعني تقسم الحولي بطريقه زوينه، يعني كل حاجه ديال الكفته قطيبات محمر، وجينا اليوم باش يعاونونا الجزار يعني اللي هو الفضل عليه بعدا باش يقوم بهذه المهمه. واخا كنجيبوا دابا بالنسبه عند الجزار باش يقطع لنا، طبعا كتبقى الدور ديالنا حنايا اللي كننظموا هذه العمليه هذه، كنديروا الجزء اللي كنديروه محمر، اللي كنديروه قطيبات، اللي كنديروه طاجين، اللي كنديروه سكسو، الراس حتى هو كنديروا به كسكسو اي انسي دو سويت. بون المهم الدور ديال الجزار والدور ديالنا كيبقى دائما شي حاجه اللي هي مهمه. انا كمواطن من طنجه في حال هذه المناسبات ما كيبقى لنا شي الوقت باش نقطعوا الحولي ولا نعدلوا بروشيت ولا نديروا كبسه، كنجيبوه هنايا عند الدراري كيقطعوه وكيكوز داك الشيء مزيان، وكتجي كتخلي لهم ساعه ساعه ونص مكانه، كتجي تجبر المسائل ديالك كامله مضبوطه، كتهز المسائل ديالك كتمشي كتعملو فريكو والامور مزيانه، وعيد مبارك سعيد وتعيدوا بالصحه ولهنا.